حنا حماة الدار ما فيها كلام، حنا جنودك يا وطن نعم الجنود، قواتنا تمشي على حسب النظام، شجعان عز الله ما فيهم شرود، وحنا حماة الدار ما فيها كلام، حنا الأسود أبناء الأسود أبناء الأسود. صح لسان أخينا وزميلنا محمد اليوسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واسعد الله صباحكم كل خير. نحييكم عبر شاشتكم شاشة قناة الريان الفضائية ومستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. اليوم وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتحقق حلم 110 من خيرة شبابنا بوضع أول نجمة حقيقية على أكتافهم بما تحمله من مسؤوليات وواجبات، وذلك في حفل تخريج ثاني دفعة من طلبة كلية الشرطة في دولتنا الحبيبة قطر. عاما تلو الآخر نفخر ونسعى جميعنا برؤية الحلم يتحقق، ها نحن نرى تخريج ثاني دفعات هذا الصرح الأكاديمي والتي يبلغ عدد منسوبيها 110 من الطلاب بينهم 89 قطريا. أعزائنا المشاهدين، يسعدنا أن نكون بصحبتكم وبصحبة ضيوفنا الأعزاء النقيب جاسم غلام حسن البلوشي، عضو هيئة التدريس ومكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، والملازم أول فهد مهنا صليطي ضابط تدريب العسكري بكلية الشرطة. مرحبا بكم ومسهلا، مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة بحفل تخريج كلية الشرطة. الله يرحب بك، مرحبا بكم. بالبداية ودي أبدأ بنقيب جاسم بلوشي، بداية ما هو شعوركم وأنتم تقطفون ثمار هذا الجهد من العمل الدؤوب في ثاني تخريج لدفعة كلية الشرطة طوال الأربع سنوات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخوي عبد الرحمن نشكرك على هذه الاستضافة الرائعة والمتميزة، ونرحب بالسادة المشاهدين خلف هذه الشاشة. طبعا أول شيء أرفع أسماءيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير بلاد المفدى، ولزملائي خريجي الدفعة الثانية، وأيضا لأولياء أمورهم. وكما انتهز هذه الفرصة أيضا بشكر خاص لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، حقيقة على دعمه اللامحدود والمتواصل وحرصه معالي على تميز كلية الشرطة والظهور بمظهر مشرف في جميع المحافل سواء كانت الداخلية أو الخارجية. طبعا الشعور حقيقة شكل ما يقولون الفرحة فرحتين، أولا بتشريف الثاني لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لكلية الشرطة، وأيضا بتخريج هذه الدفعة الصراحة المتميزة سواء من ناحية الأكاديمية ومن ناحية العسكرية، وهذه ما هي إلا ما هي نهاية المرحلة، وإنما بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للخريجين هي بداية مرحلة من العمل لوطننا الغالي قطر، وأيضا بذل المزيد من الجهد لحفظ وسلامة أمن واستقرارها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا ودي أنتقل للملازم أول فهد صليطي. فهد، يعني كيف استعداداتكم للتدريب ما قبل التخرج والتخرج؟ دائما عودونا كلية الشرطة بمواهبهم صراحة المميزة في حفل التخريج سواء كان في الدفعة الأولى وأيضا كان عبر المسير الوطني، والآن إن شاء الله في تخريج الدفعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أصبح عليك بالخير أخوي عبد الرحمن على أخواننا المشاهدين. صراحة أنا عدينا لجنة من قبل 6 شهور، هي لجنة مختصة بالتخريج وأمور تخريج من مهام وتكاليف. رئيس اللجنة يترأس هذه اللجنة هو الرائد عبد الله ضمن مهندي رئيس قسم التدريب العسكري بكلية الشرطة، ومعاه مجموعة من الضباط والمدربين. صراحة تم توزيع مهام وواجبات على الضباط والمدربين خاصة بالتخريج من مهام تدريبية ومهام لوجستية، والتدريب الفعلي للمسير اللي هو التخريج كان قبل 2 شهر بالضبط من الآن. وصراحة في هالفرصة نحب احنا نوجه لهم الشكر على الجهد اللي بذلوه الفترة الأخيرة، صراحة كانوا مضغوطين وجهد كبير بذلوه الفترة الأخيرة، وإن شاء الله ثمارة بتكون اليوم إن شاء الله في تخريج اللي بتشاهدونه إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله راح نفرح إن شاء الله بهذا الحفل المميز كما عودتونا صراحة في كلية الشرطة وجميع الكليات العسكرية والأمنية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موقع الحدث، إلى كلية الشرطة حيث يتواجد لدي بقنوات الريان الفضائية الزميل فيصل مهندي. فيصل، صبحك الله بالخير، وكيف هي الأجواء عندك في كلية الشرطة وما قبل التخريج؟ صباح.
صباحكم بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وحياكم الله في حفل تخريج كلية الشرطة في الدفعة الثانية. متواجد اليوم في ميدان كلية الشرطة، حيث سيشهد بإذن الله بعد قليل إن شاء الله حفل تخريج الدفعة الثانية من كلية الشرطة الذين انضموا إلى الكلية للعام الأكاديمي 2015-2016، حيث تضم حفل هذا التخريج 110 طلاب. والمزيد حول هذا الحفل يسرني أن ألتقي الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس في كلية الشرطة. في البداية نقول لك صبحك الله بالخير وألف مبروك تخرج الدفعة الثانية. صبحك الله بالنور والسرور، ونصبح على الأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. بعد قليل إن شاء الله في الدقائق القادمة يبدأ حفل تخريج الدفعة الثانية للطلبة المرشحين بتشريف وحضور سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. هذه الدفعة اللي التحقت في العام الأكاديمي 2015-2016 استمرت في الدراسة على مدار الأربع سنوات، تلقت 130 ساعة مكتسبة وحصلت على درجة البكالوريوس والقانون وعلوم الشرطة، بالإضافة إلى مجموعة من المقررات المتطلبات العامة. قامت طرق التدريس في كلية الشرطة على الموائمة بين التقليد والمعاصرة فيما هو معروف في النهج الأكاديمي. اليوم احنا ندرس في الجانب النظري، انتقلنا بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي في مراكز الشرطة. احتكاك المرشحين منذ بداية سنواتهم واستجادتهم في الكلية مع من سبقهم من الضباط خريجين كليات مختلفة، يتلقون الخبرة وينعكس على ما جربوا في الكلية. أيضا لدينا العديد من البرامج والدورات التخصصية، حيث حصل الطلبة على دورات تخصصية مثل الغطس، السائقة والقفز المظلي. هناك أيضا مشروع متكامل هو مشروع التأهيل القيادي، حصل عليه الطلبة من مرحلة الاستجداد إلى مرحلة التخرج على مدار الأربع سنوات بالكامل. حقيقة نتمنى لهؤلاء الطلبة التوفيق، ومن خلال شاشتكم ننقل تهانينا لهم ولذويهم، ونسأل الله أن ينفع بهم وينفعهم بإذن الله. دكتور، شو اللي يميز الدفعة الثانية؟ حقيقة كل دفعة تميز اللي قبلها، يمكن احنا شهادتنا فيهم مجروحة. يمكن من البداية من الاختيار، اختيار طلبة كلية الشرطة مميز، حيث تحرص الكلية وجهة القرار في الوزارة على اختيار الكفاءة منذ البداية منذ المقابلة الشخصية. قد يكون هذا عنصر التمييز. العنصر الثاني حقيقة ما أثبتوه من خلال دوراتهم اللي طبقوها مع الإدارات الأمنية. يمكن احنا اليوم ما نقدر نتكلم لأن احنا اللي قاعدين نعد ونهيئ، فبالتالي من حضر لا يستطيع أن يحكم على نفسه، ولكن التجاوب اللي وجدناه من زملائنا من مدراء الإدارات المختلفة في وزارة الداخلية وباقي الجهات العسكرية حقيقة النتائج مثمرة، وإحنا فعلا فخورين بهذا الشيء. هل طلع في تطور من خريجين الدفعة الأولى إلى الثانية في خصوصا في المناهج التعليمية أو في المناهج اللي تلقوها سواء في الميدان أو في الصول الدراسية؟ من تخريج الدفعة الأولى الكلية حريصة على التواصل مع الخريجين وأيضا مع مدراء الإدارات، قامت بإعداد المجموعة من الاستبيانات لسبب الوقوف على نقاط القوة والضعف، بحيث نقاط القوة يتم تعزيزها في المستقبل، نقاط الضعف محاولة تجنبها. الكمال لله سبحانه وتعالى، أكيد كل جهد إنساني فيه نوع من النقص، ولكن بإذن الله تلافينا بعضها مع الدفعة الثانية ومع الدفعات الأخرى بيكون هناك تميز لأفضل. دكتور، كلمني عن حفلة التخريج اليوم، ايش راح يكون في حفلة التخريج وش الجديد راح يكون بإذن الله؟ يمكن المشاهدين الكرام نتمنى منهم متابعة العرض، هو عرض عسكري بيكون طبعا في مجموعة من الحركات الصامتة، وأيضا هناك تشكيلة مميزة خاصة لا نستطيع الإفصاح عنها، أتمنى من المشاهدين الاطلاع عليها، وأيضا مشاركة ضباط الغد الأطفال. هذا البرنامج اللي قامت فيه الكلية من سنتين نتيجة اليوم بنشوفها أمام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإذن الله. شو تقول في آخر هذا اللقاء لطلبتنا اليوم راح يتخرجون اليوم، شو المسؤوليات اللي راح تكون عليهم، وأيضا شنو كلمتك لطلاب الدفعات القادمة؟ أذكر نفسي دائما بهالكلمة ولهم، قطر تستحق الأفضل من أبنائها. هذه الكلمة حقيقة نبراس نحطها قدامنا وإحنا نتحرك. اليوم قطر غير قطر الأمس، قطر اليوم قطر منفتحة دوليا، قطر اليوم قطر عندها المجموعة والعديد من الفعاليات، عندنا نشاط على مدار السنة، قطر متحركة طول العام من شهر واحد إلى شهر ديسمبر. بالتالي نطلب منهم أن اللي تلقوه تدربوا عليه يطبقون على أرض الواقع ويعكسون الصورة الطيبة لخريجين كلية الشرطة والطلبة القادمين في الدفعات القادمة. القادمين إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، اليوم هم مشاركين مع زملائهم في الميدان، أكيد بيجيهم الحماس للوصول لهذا الموقف والوقوف
أمام هذا الجمهور الكريم، وأيضا رسالة للطلبة بإذن الله اللي في الثانوية العامة الآن واللي مقبلين على التخرج في نهاية هذه السنة، نتمنى لهم التوفيق ويجيبون المجاميع الطيبة علشان يكون لهم فرصة للالتحاق مع إخوانهم في هذه الكلية بإذن الله. وهذا شرف عظيم لكل من ينتسب إلى هذه الكلية أو الكليات الأخرى التي تخدم بلادنا الغالية قطر. شكرا لك دكتور جبر حمود جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس في كلية الشرطة، وبالتوفيق إن شاء الله اليوم في حفل اليوم إن شاء الله. لكم الشكر، جزاكم الله خير، يا مرحبا. إذا أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا من الدكتور، هناك عروض شيقة راح تكون في حفل التخرج، وبإذن الله راح تكون دفعة ثانية دفعة قوية بإذن الله تخدم بلادنا الغالية قطر. الحين أرجع لعبد الرحمن المري في الاستوديو، وبإذن الله لنا عودة قادمة في هذه التغطية. شكرا لنديب قناة الرياض الفضائية فيصل المهندي، وشكرا موصول للمعلومات الوافية اللي قدمها لنا المقدم الدكتور جبر بن حمود بن جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس في كلية الشرطة. عودة إن شاء الله إلى ضيوفنا الكرام، نقيب جاسم غلام حسن بلوشي عضو هيئة التدريس والمكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، وأيضا الملازم أول فهد مهنا السليطي ضابط التدريب العسكري بكلية الشرطة. نقيب جاسم، سمعنا هذه المعلومات الوافية من المقدم دكتور جبر النعيمي. لو نتكلم عن معدلات الإقبال بكلية أو كلية الشرطة ما قبل الالتحاق بالكلية، وكيف ما بعد ذلك يتم تأهيل الطلبة للتأقلم على الحياة العسكرية؟ طبعا ولله الحمد هناك إقبال كبير على كلية الشرطة، طبعا هناك إحصائيات وأرقام. الإقبال يكون عن طريق التسجيل في اللجنة اللي اللجنة الموحدة. طبعا الإخوان طبعا يوم يرسلون الأرقام هذه أو الإحصائيات تكون عن طريق اللجنة إلى كلية الشرطة، ويكون فيها طبعا اللي هو شو اسمه القبول والتسجيل. طبعا احنا بحكم اني ماسك قسم القبول والتسجيل، فاحنا نستوفي الشروط، نشوف الشروط اللي مطابقة على الطلاب. ما ابرز الشروط نقيب جاسم؟ منها الشروط يعني ابرزها اللي هي يكون قطري الجنسية طبعا، ويكون من يعني النسبة المئوية في الثانوية العامة 70% فما فوق، وايضا الطول ممكن لازم يكون فوق 165 وما يكون يتعدى 21 سنة. طبعا هناك بعد شروط اخرى منها حسن السمعة، يكون حسن السمعة وما يكون يعمل في وظيفة اخرى طبعا. وهناك شروط اخرى ممكن اللجنة تحطها يعني. فأما بالنسبة للمفيدين اللي يأتون من خارج دولة قطر، طبعا هناك يكون في اقتراح من كلية بعدد معين او بمقاعد معين لبعض الدول، ويتم رفعها الى معاليه ويتم التصديق على هذه، وبعدها يتم مخاطبة هذه الدول. طبعا هناك يكون في اقبال اكثر لأن الكلية تتميز صراحة بالتعليم سواء من الناحية الأكاديمية أو التدريبية والعسكرية، ولله الحمد الإقبال موجود ونتمنى يزيد في السنوات المقبلة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. ونرى أيضا يعني نأخذ بعض التخصصات اللي تقدمها كلية الشرطة المميزة، لكن ننتقل للملازم أول فهد السليطي الضابط تدريب العسكري. ملازم فهد، يعني عدد الخريجين أو المنسوبين في هذه الدفعة 110 بينهم 89 قطري، ما يعني هناك 21 مشارك من خارج دولة قطر. يعني لو بتكلم عن دول المشاركة من هؤلاء 21. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا احنا الله يسلمك ثلاث دول مشاركة في الدفعة الثانية، هي دولة اليمن ودولة فلسطين والمملكة الهاشمية الأردنية. هذه الثلاث دول المشاركة بمقاعد معينة معنا في الدفعة الثانية. والباقي هم 89 قطري، في منهم وحدات من وزارة الدفاع، وعندنا من أمن الداخل الأخوية والحرس الأميري. اليمن والأردن؟ والأردن والمملكة الهاشمية الأردنية الأردن. يعني هذه الدول لهم مقاعد مخصصة لهم من قبل كلية الشرطة طبعا يدخلوا لهذه الكلية، وتخريجهم أيضا في هذه الدفعة. صحيح، يكون معنا نفس الدفعة وبعدها يلتحقون يرجعون قواتهم في البلاد عندهم في الأردن واليمن وفلسطين. نعم، ارجع مرة ثانية للنقيب جاسم. نقيب جاسم، يعني ما هي أبرز المواد أو التخصصات اللي يتم تقديمها من قبل كلية الشرطة؟ طبعا الشهادة اللي تمنح للطلبة الخريجين أو اللي بيجي بيقدم على كلية الشرطة هي شهادة في بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة.
موحد يعني كامل. مسمى واحد بكالوريوس في القانون وعلم الشرطة. طبعا هذا لازم الطالب يجتاز عدد 130 ساعة. طبعا 130 ساعة مقسمة إلى مقررات عامة عددها 16 ساعة ومقررات قانونية منها عدد 78 ساعة، منها 66 ساعة إجبارية إلزامية على الطالب و12 ساعة اختيارية، والباقي الساعات اللي هو 36 ساعة لدراسة مواد العلوم الشرطية. طبعا بهذا الدراسة الجمع بين القانون وعلوم الشرطة يتحقق التوازن للخريج في أدائه الأمني والانضباط القانوني. نعم، يعني دائما أولياء الأمور ما دائما يحتون مثل هذه الأشياء، يعني يقول لك كيف الشخص أو المرشح العسكري أو حتى المرشح في كلية الشرطة أنه يوافق ما بين العمل الميداني والعمل الأكاديمي، يعني كيف يخلص ممكن 130 ساعة بكالوريوس في القانون ودبلوم في العلوم الشرطية وبنفس الوقت يكون مهيئ بدنيا وأمنيا. طبعا ولله الحمد هناك ثلاث إدارات في كلية الشرطة، اللي هي إدارة عماد الشؤون الأكاديمية وإدارة التدريب وإدارة الشؤون المالية الإدارية والمالية. طبعا هاي الثلاث الإدارات المثلث هذا كل إدارة تسند الإدارة الأخرى، ففي هناك توافق كبير ولله الحمد بين هاي الإدارات. طبعا يبدأ الطالب يومه بتدريب حصص الرياضية ومن بعدها يدخل على المبنى الأكاديمي من اعتبار من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الواحدة. طبعا يتخللها استراحات ويتخللها مثلا، حتى يوجد هناك فرع من قسم شؤون الطلبة، فرع الدعم الإرشاد متواجد دائما في هذا المبنى حتى يسهل على الطالب إيش أن إذا متابعته دراسيا تثقيفيا أمور كثيرة يعني. ولا هذا طبعا في الشق الأكاديمي، خلنا نتكلم عن الشق نقدر نقول الميداني والتدريبي مع الملازم فهد صريط. فهد، يعني كيف يتم توزيع الحصص على طول هذه السنين؟ هناك أربع سنوات يجب أن يوفق بينها المرشح ضابط ما بين حياته الأكاديمية وحياته التدريبية أو العسكرية. صحيح، نفس ما ذكر نقيب جاسم، احنا عندنا جدول اسبوعي ويومي للطالب على مدى الاربع سنين. فالجدول هذه يتم في بدايه اليوم عنده حصه رياضيه نفس ما ذكر نقيب جاسم، وبعدها يبتدي البرنامج الاكاديمي لحد ما بعد الظهر. اما ما بعد الظهر يدخل لها ايضا برنامج عسكري لحد ما بعد صلاه المغرب لحد صلاه العشاء. فهذه المرحلة احنا نقدر فيها اذا في ضغط على الطالب او يحتاج فترة انه يحتاج فيها الدراسة او وقت مسموح له انه يذاكر فيه، نعطيه هذا الوقت ونسمح له فيه. الوقت الفاضي فيه اللي هي الايام العادية الدراسية لا، يكون فيه تركيز اكثر في الجانب العسكري اللي هو بعد فترة الظهر، تركيز الاكثر في الجانب العسكري في المواد المشاة والسلاح والرماية وايضا التدريبات البدنيه. نعم، هل مثلا هذا الجدول نقيب جاسم ملازم فهد ان هذا الجدول دائما ما يكون طوال اربع سنوات، ولا طبعا هناك مثلا فترات ما تكون نقدر نقول مثلا فتره ذروه او ضغط معين على حسب يعني تاقلم المرشح مع طول هذه السنوات، او ان لا ملزمه هذا الجدول ملزم طوال اربع سنوات الى التخريج؟ طبعا طريقه الدراسه عندنا في كليه الشرطه هي مدة أربع سنوات مقسمة إلى فصول، كل فصل تقريبا 16 أسبوع. فمثلا إذا بدأ الخريف بعدها الطالب يطلع في إجازته بعد التخريج، ثم يبدأ فصل الربيع، وفي فصل الصيف الطالب اللي يكون خريجي يكون عنده مواد إضافية حتى يتم تخريجه. نعم. أما الطلاب اسمح لي بس مقاطعة نقيب جاسم، أنا أبغي من البداية يعني مع دخول مثلا الطالب مثل ما نسميه هو 50 يوم. أي نعم، هذه 50 يوم. قبل 50 يوم طبعا يدخل في 6 أسابيع تقريبا يكون أو 45 يوم نقدر نقول، اللي هو رفع معدل اللياقة البدنية، طبعا يختصون فيها أخواننا في التدريب الرياضي. وبعدها ينتقل إلى 50 يوم يكون فيها حجز، طبعا الطالب يكون متواجد في الكلية، طبعا هذا يكون فيها تدريب رياضي ويكون فيها تدريب العسكري ويكون فيها صعوبة، ولكن لله الحمد جميع الطلاب يجتازون هالمرحلة بفضل هناك وجود يعني قبل 50 يوم فيه 45 يوم رفع اللياقة البدنية، وممكن أخونا فهد الصليطي يعني يفيدنا أكثر في الموضوع. نعم، لو تفيدنا فهد يعني في أول بداية كدخول المرشح بعد اختياره من قبل لجنة موحدة وتم تأهيله إلى دخول هذه الكلية الشرطة، ما الذي تسوونه في أول 45 يوم؟ احنا الله يسلمك، نفس ما ذكرنا بداية الالتحاق في الكلية عندنا برنامج مدة 6 أسابيع، هو برنامج رياضي بحت، تركيز فيه على رفع مستوى اللياقة، تقوية العضلات، لأن نتجنب فيها فترة جاية الإصابات في الخمسين يوم ما بعد 50 يوم،
لان تدري احنا مجتمعنا الحالي اغلب الشباب عندنا يحبون الراحه يبعدون عن الرياضه، فاحنا نجيبهم فتره هذه نستغلها عشان نرفع اللياقه عندهم ويكونوا جاهزين في خوض المرحله 50 يوم اللي هي عندنا فيها المبيت اجباري عندنا مده 50 يوم بدون اي خروج يعني. ففي هذه ال 50 يوم عندنا احنا تمارين عسكريه ميدانيه وعندنا تمارين رياضيه ويتخللها فيها الرمايه والمشاه وبعض التمارين اللي هي في مسافات طويله في الجري والرياضه. فاحنا اهم نقطه عندنا في هالفتره الاهتمام باللياقه البدنيه، نرفع فيها مستوى. بعد ما يتعدى ال 50 يوم يدخل في البرنامج الاكاديمي ويكون هو متوازي بين الاكاديمي والعسكري. ويتم طبعا توزيع هذه الحصص طوال 4 سنوات. طوال 4 سنوات الا في خلال يعني عندنا ضغط فعاليات مثلا اللي هو اليوم الوطني او التخاريج يكون فيه تغيير في الجدول. نعم. وهذا هذا بالنسبه للشق التدريبي، انا اسمح لي قاطعتك في البدايه بس عشان اوضح الصوره للمشاهدين وحتى اولياء الامور الناس اللي يعرفون كيف ان هذه الحياه، حياه في كليه الشرطه هي حياه اخرى، يعني حياه بانضباط وهناك حياه اكاديميه وحياه عسكريه. احنا خلصنا 45 يوم نقيب جاسم، بدينا في الحياه الاكاديميه بعد 45 يوم. طبعا الحياه الاكاديميه شكل بعد ال 50 يوم تبدا الحياه الاكاديميه، طبعا يبدا فيها الطالب بدراسه بعض المقررات في أول فصل اللي هي المقررات العامة نقدر نقولها، مقررات في اللغة العربية في الثقافة الإسلامية، بعدها من الفصل الثاني تكون تقريبا عددها بسيط يعني المقررات هذه لأنهم توهم يعني منتقلين من الثانوية العامة إلى الحياة الجامعية. وبعدها يبتدي الفصل الثاني اللي هو من الربيع، يعني مثلا عندنا دفعة دخلت الحين خلصوا ال 45 يوم، بعدها خلصوا ال 50 يوم، فبدوا الفصل الأول فيها 3 مواد تقريبا اللي هو مادة الثقافة الإسلامية وأيضا مادة التاريخ القطري وأيضا تنظيم الشرطة، وبعدها يطلعون على إجازة اللي هو إجازة الربيع بالنسبة لهم، ثم يتم بدء الفصل الثاني اللي هو يعني المحك الرئيسي للطلبة. وخلال الأربع سنوات نفس الشيء، يبدون في الخريف وبعدها الصيف لما لغاية ما يتخرجون في الصيف النهائي بالنسبة لهم يكون، وبعدها يروحون على التدريب العسكري لاستعداد البروفات والأمور الثانية. نقيب جاسم، يعني في البداية هم يعطونهم مقررات عامة لدخول مثلا الحياة الأكاديمية. نعم. بعدها الفصل الثاني يبدأ اللي هو نقدر نقول الساعات الإلزامية اللي مطلوب منهم. الساعات الإلزامية طبعا هو جدول ثابت، في يعني جدول ثابت بالنسبة لشق الأكاديمي، في فصول ثابتة، في مواد ثابتة يأخذها تدريجيا، وفي بعض الفصول فيها مواد اختيارية. طبعا نبغي أبرز المواد الإلزامية وأبرز المواد الاختيارية. طبعا معروف القانون يعني فيها مواد، أو بداية مدخل في القانون، ومثلا بعدين ينتقل إلى مثلا بعض المواد الشرطية مثلا تنظيم الشرطة أو مثلا مسرح الجريمة، بعدها الفصل اللي بعده ممكن يدخل فيه شوي يكون أعمق شوي، وكذا يتدرج الطالب إلى أن يصل إلى المواد اللي نحن نقول عنها شوي ثقيلة في القانون، مثل القانون الدستوري أو القانون الإداري أو العقود المسمى. نعم. نقيب جاسم، يعني ما أبرز الملاحظات اللي أنتم دائما تواجهونها في الطلاب كبداية في الحياة الأكاديمية؟ يعني طالب جايك مثلا مرحلة الثانوية، صغير في السن، متعود مثلا على حياة ثانوية أو حياة معينة، لا دخل حياة أخرى، هناك مبيت، هناك انضباط، هناك في حياة ميدانية وهناك حياة أكاديمية، كيف يمكنكم تتابعون هذه الأشياء وتشوفون أبرز الملاحظات اللي دائما ما تطورونها أنتم في كلية الشرطة؟ هذه شكل ما ذكرت لك، طبعا الكلية ارتأت أن يكون هناك قسم أو فرع في قسم شؤون الطلبة، فرع اللي هو الدعم والإرشاد. طبعا فرع الدعم والإرشاد يقوم بدور كبير في المرحلة الأولى من بداية الفصل الأول بتهيئة الطالب أنه انتقل من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، فيتم في محاضرات عامة تثقيفية لرفع مستوى التحصيل. في بعض الطلبة مثلا يجون من مدارس أجنبية، يعني خريجي مدارس أجنبية يحصلون صعوبة طبعا في الدراسة باللغة العربية، لأن الدراسة في كلية الشرطة باللغة العربية، فهنا هذا الدعم الإرشاد يقوم بهذا الدور الكبير صراحة والمشهود له يعني، فيكون توعيتهم عن طريق الدعم، عن طريق الفرع هذا يعني. نعم. أنا ودي أنتقل للملازم فهد السليطي. ملازم فهد، ما بعد هذه الحياة الأكاديمية أو أثناء الحياة الأكاديمية ما هي أبرز التمارين اللي تقدمونها للطلاب بالنسبة لطلاب كلية الشرطة؟ الله يسلمك، احنا نركز دائما على التدريب العسكري بشكل عام بجميع انواعه. فعندنا احنا الله يسلمك بعض الحصص اللي هي طالب بدور معلم، يركز فيها الطالب، نركز فيها على الطالب انه يقوم هو بدور الضابط
في تعليمه في إلقاء الأوامر على أصدقاء الموجودين من المرشحين. وعندنا باقي هي دورات اختيارية أيضا، هي دورات بعضها ركوب الخيل وبعضها دورات بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي الأخوية، منها اقتحامات ومنها الرماية ومنها بعض التدريبات العسكرية الموجودة عندنا في الكلية. نعم لازم فهد، يعني الكلية أيضا تنظم دورات ضباط الغد، وأيضا أتوقع راح يكونوا مشاركين بعد في حفل التخريج إن شاء الله. لو تكلمنا بشكل عام عن برنامج ضباط الغد. نفس ما أنت عارف الله يسلمك، هذه الدورة الثانية نعقدها لضباط الغد. ضباط الغد إحنا ابتدينا فيها العام في الصيف. تبغى تعريف أول شيء عن ضباط الغد منهم عشان هم ضباط الغد الله يسلمك، إحنا نستهدف في الفئة ضباط الغد هم الصف الخامس والسادس ابتدائي، وتكون فترة الصيف اللي هي في فترة إجازات المدارس. تكون استهدافهم لهذا الطلاب أن نجمعهم في الكلية عندنا، ويكون عندهم تدريب على حياة مرشح ضابط في الكلية من ناحية تدريبات عسكرية وتدريبات رياضية، ويكون فيها بعض أنواع الترفيه لأنهم ما أطفال أصلاً في النهاية، ففي بعض التمارين الترفيه لهم. وفي نهاية البرنامج اللي هو ضباط الغد يتم اختيار فئة من الطلاب أنهم يمثلون أمام سيد سمو الأمير شيخ تيمي بن حمد آل ثاني في حفل التخريج اللي راح نشوفهم اليوم، وشفناهم من السنة طافت وتميزوا في أدائهم في العرض. بالفعل شلون إن شاء الله تدريباتهم خلال هذا الحفل بإذن الله؟ والله هم متميزين صراحة إن شاء الله عليهم، كل واحد يقول زود عندي، فإن شاء الله اليوم راح يبهرون الناس إن شاء الله في العرض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، ودائما عودونا صراحة أنهم يبيضون الوجه دائما أمام العالم وأيضا أمام سمو الأمير الله يحفظه. احنا عندنا نعود الى نديبنا نديب قناه الريان الفضائيه فيصل المهندي والمتواجد من ساحه كليه الشرطه، ولقاء خاص مع العميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري مدير عام كليه الشرطه. رجعنا لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، وكلمه خاصه من مدير عام كليه الشرطه العميد الدكتور محمد المحنى المري. كلمة، هذه الكلمة ستسوف تكون النبراس لطلابنا الخريجين للدفعة الثانية من كلية الشرطة. نقول لك في البداية صبحك الله بالخير، في البداية كيف تخرج الدفعة الثانية وش اللي يميز هذه الدفعة؟ مرحبا أخوي فيصل وبمشاهدي ومستمعي قناة الريان. اليوم نعيش عرس حقيقي وهو العرس الثاني عندنا في كلية الشرطة بتخريج الدفعة الثانية من طلبة كلية الشرطة قادة المستقبل. دائما أنا أقول في لقاءاتي هم قادة المستقبل وفعلا يستحقون أن نطلق عليهم قادة المستقبل. اليوم نعيش الفرحة بحضور سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى لهذا التخرج، ونشكر أولا أولياء الأمور على ثقتهم القالية بكلية الشرطة وأبنائنا بثقتهم بكلية الشرطة وبشهادتها. 4 سنوات قضوها طلبتنا قادة المستقبل في هذا الصرح الأمني، وسوف نفتقد هذه الأصوات وهذه الوجوه، ولكن دائما أمننا فيهم أنهم بكرة يخدمون في وطنهم ويقومون على الأمن وعلى العين الساهرة للأمن مجتمعنا وشعب قطر وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. اليوم نعيش احتفالية بنكهة خاصة، وأنا أقول العروض العسكرية اللي سوف تقدم اليوم عروض مبهرة، عروض صامتة. قعدنا يمكن حوالي سنة تقريبا على التجهيز لهذا اليوم. بعد التخرج العام الماضي جلسنا على السلبيات وعلى ماذا سوف نقدم خلال التخرج العام القادم، ووصلنا لهذا اليوم والحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى. ومقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير فدى وضيوفه الكرام وضيوف وزارة الداخلية مقام كبير، فلا يجب أن يكون الاستعداد يليق بهذا الضيف الكبير علينا سيدي حضرة صاحب السمو. عروض صامتة لم تقدم في كليات عسكرية، ولكن بشكل صامت ومبهر سوف تستمتعون جميعا بهذه العروض. كذلك هناك ضباط القد وهم أبنائنا أطفالنا البراعم سوف يشاركون في العروض العسكرية، وكذلك دورهم
لا يستهان فيه الشهادة اللي منحتها كلية الشرطة لأبنائها خريج دفعة قادة المستقبل، هي شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية. هناك بعض العلوم والمعارف سواء كانت القانونية أو الشرطية أو المقررات العامة أو التطبيقات العملية والمهارات والتطبيقات في مراكز الشرطة، والتجهيز أن يكون نواه ومشاركين في كأس العالم إن شاء الله 2022، بالإضافة إلى دورات تخصصية متقدمة مثل دورة الصاعقة ودورة القفز المظلي ودورة الغوص والمحاكاة والمناظرات ومسرح الجريمة. ويجب أن يكون ضابط الشرطة متطور مع تطور وسابق لحدوث الجريمة. وأبناء قادة المستقبل خلال 4 سنوات تم إلمامهم بإلمام كامل بمعارف وقوانين ومواد شرطية ومواد مهارية، وهم الآن مستعدون للعمل الميداني، مستعدون لخدمة وطنهم وخدمة مجتمعهم، وكذلك هم سور للحماة عين الوطن. وأؤكد على مقولة سيدي أمير الفدة بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها دائما. فالركيزة الأولى في رؤية قطر في العنصر البشري، فمهما قدمنا ومهما عطينا في كلية الشرطة لهذا العنصر البشري الذي سوف يخدم في العمل الأمني، سوف يقوم بواجبات جليلة ومشرفة. وأنا أقول مهنة الأمن هي شرف لا يعلوه شرف، أن تقوم بخدمة وطنك وخدمة مجتمعك وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. لابد أن نتميز بمخرجات كلية الشرطة من حيث السلوك، من حيث الانضباط، من حيث القيم، من حيث العادات والتقاليد، من حيث دين الإسلام يأمرنا بحسن الخلق والتعامل مع الناس وعدم التمييز سواء في لون أو في عرق أو في دين. كلهم سواء كان مواطنا أو مقيما أو زائرا لهذه الأرض الطيبة، والسهر على خدمة الوطن وقادة المستقبل هما سور للحماة عيل الوطن. وندعو جمهور قناة الريان ومستمعيه أن يشوفون العروض العسكرية المتميزة ويكونون إن شاء الله هم في المستقبل. طبعا أحب أشير أنه تم الإعلان عن الترشح للعام القادم بإذن الله. أبنائنا الذين يرغبون أن يلتحقوا بالكليات العسكرية عليهم الدخول إلى رابط اللجنة المشتركة العسكرية اللي تم الإعلان عنها بالتقدم واختيار الكليات اللي تناسبهم. ونقول كلية الشرطة تفتح أبوابها لأبنائها قادة المستقبل وثروة الوطن، ونحن لم نوجد أو ننشئ هذه الكلية إلا لخدمة أبنائنا، خدمة أبناء قطر والدول الشقيقة والصديقة. وكذلك العمل الأمني هو عمل مشترك، وكما قال سيدي الأمير الوالد حفظ الله بأن عز هذا الوطن وازدهاره وأمنه وسلامته وحاضره ومستقبله هي مسؤولية مشتركة علينا جميعا، فالجميع مسؤول عن الأمن. وندعو الاستمتاع الساعة 9 بإذن الله بحفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة كلية الشرطة قادة المستقبل. طلبتنا خريجين الدفعة الأولى والثانية وإن شاء الله راح تكون الثالثة والرابعة أيضا راح يكونوا مدعوين على تحويل كلية الشرطة من كلية إلى أكاديمية في عام 2030، خصوصا أنها سوف تفتح المجال للعلوم الماجستير والدكتوراه في علوم العلوم الشرطية والقانونية. أخي فيصل لا أخفيك، الدفعة الثانية الخريجين تهافتوا على أن يشاركوا في هذا الحفل وانضموا إلى فرق العمل في الاستقبال الضيوف والتنظيم، وشاركوا كليتهم لأنهم أبناء هذه الكلية. ونوقش بما يتعلق بالتحول من كلية الشرطة إلى أكاديمية، نوقش على مستوى المجلس الأعلى لكلية الشرطة واللي يرأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وهو الداعم الحقيقي في مسيرة كلية الشرطة. فله منا كل الشكر والتقدير على جهده المتميزة وعلى دعمه اللامحدود بنهوض مستوى كلية الشرطة. والتحول إن شاء الله سوف يكون في عام 2023 إلى مستوى أكاديمية تحتها كليات ومعاهد متخصصة ومتقدمة. وهذه قطر، وهؤلاء قادتنا دائما يرسموا لنا المستقبل ونحن في خدمة هذا الوطن. كلمتك لعيالنا في هذا اليوم اللي بإذن الله بعد هذا اليوم راح يبدؤون العمل الحقيقي في ميادين العمل. أقول لأبنائي خريجي كلية الشرطة الدفعة الثانية قادة المستقبل مبروك على التخرج،
كذلك لأولياء أمورهم نقول مبروك ونشكرهم على هذه الثقة التي منحونا إياها، ونتمنى أن نكون عند محل هذه الثقة. وأقول لأبناء الخريجين راعوا الله سبحانه وتعالى واتقوا الله في عملكم وفي خدمة وطنكم، وأن يكون الإنسان مقدر ومقدس، وديننا الإسلامي يأمرنا بكرامة الإنسان والنصون كرامة الإنسان وعرضه وأمنه وسلامته. يجب أن نخدم وطننا ونخدم مجتمعنا وشعب قطر وكل من يقيم على هذه الأرض طيبة وكل من يزور قطر الخير بإذن الله. شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق في حفل تخريج الدفعة الثانية اليوم بإذن الله. استمتعوا ويانا واستمتعوا مع هالقيم والجو الحلو بإذن الله. شكرا، مرحبا مشاهدين قناة الريان، وشكرا أخوي فيصل. إذن كان معي دكتور محمد محنى المري رئيس كلية الشرطة، وهذه الكلمات اللي هي رسالة وتمهيد لطريق طويل لأبنائنا خريجين الدفعة الثانية من كلية الشرطة. الآن نرجع لأخوي عبد الرحمن المري في الاستوديو، ومن بإذن الله نرجع لكم مرة قادمة بإذن الله. تفضل يا عبد الرحمن. شكرا لنديب قناة الريان الفضائية فيصل المهندي، وشكر موصول أيضا للعميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري مدير عام كلية الشرطة على هذه المعلومات الوافية. بيض الله وجهك فيصل، وأيضا للعميد الدكتور. نرجع ضيوفي الكرام النقيب جاسم غلام حسن البلوشي عضو هيئة التدريس المكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، وأيضا الملازم أول فهد مهنا صليطي ضابط التدريب العسكري بكلية الشرطة. شفنا معكم هذا اللقاء مع العميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري مدير عام كلية الشرطة، وهذه المعلومات صراحة الوافية لما تقدمه كلية الشرطة، وأيضا تكلم عن ضباط الغد وركز عليهم أيضا، وعن مخرجات كلية الشرطة. نبغي كلمة منك نقيب جاسم، يعني هذه الدفعة الثانية من كلية الشرطة، دائما دفعة ثانية تكون، ما نقول الدفعة الأولى فيها سلبيات، لكن هناك تطور دائما في كلية الشرطة. ما أبرز الملامح التطورية اللي شفناها في كلية الشرطة في الدفعة الأولى والدفعة الثانية؟ أول شيء توجه بالشكر لسعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار وزير الداخلية، وأيضا نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وللعميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري على صراحة دعمهم الدائم ولا محدود لكلية الشرطة وللمرشحين وحتى للكوادر. طبعا هذا مما أدى وأثمر إلى توقيع اتفاقية أو انضمام كلية الشرطة للاتحاد الدولي لأكاديميات وكليات الشرطة، تضم تقريبا 54 دولة. طبعا التطوير يكون عن طريق، هناك لازم يكون في توازن بين الناحية التدريبية والناحية الأكاديمية، ولله الحمد كلية الشرطة قامت بهذا التوازن بوجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من أعضاء هيئة التدريب. طبعا احنا عندنا أعضاء التدريس تقريبا 45 عضو هيئة تدريس، وعندنا 13 منهم 13 عضو هيئة تدريس قطري ولله الحمد، وتم تأليف طبعا الكثير من المؤلفات اللي تخص كلية الشرطة، تقريبا 45 مؤلف تم تأليفها في كلية الشرطة، ومنها أربع مؤلفات اللي هي للتدريب العسكري. جميل. ملازم فهد، ملازم أول فهد السريطي، يعني هناك أربع مؤلفات للتدريب العسكري، يعني خلال هذه الفترة الوجيزة من إنشاء كلية الشرطة يعني تم تحقيق حتى على المستوى الأكاديمي والمستوى العسكري. نبغى نتكلم على مستوى التدريب العسكري من خلال هذه المؤلفات اللي تم تأليفها في كلية الشرطة. احنا الحمد لله دائما نتبع الشيء الافضل والجديد دائما في الكليات الحديثه المتطوره يعني خارج البلاد، ونتعلم منها من خلال زياراتنا للكليات الخارجيه مثل كليات في امريكا، مثل كليات في اليابان، في اسبانيا، في البرتغال، وحتى ان شاء الله رايحين دول ثانيه ان شاء الله ونستفيد منها. طبعا ناخذ الشيء الإيجابي عندهم ونحاول نطبقه على المبادئ اللي عندنا في الكلية العسكرية في كلية الشرطة، ونطبقه على الشيء اللي يستفيد منه المرشح، ونحاول نتجنب السلبيات في الأشياء اللي موجودة عندهم. فالحمد لله احنا وصلنا في مراحل تدريب متطورة من ناحية مسير، من ناحية حركات استعراضية في حفل تخريج واليوم الوطني، وتميزنا فيها أمام جميع يعني الحمد لله، ونتمنى الافضل بعد دائما ان شاء الله. ان شاء الله دائما تكونوا مميزين. احنا راح نستمر معكم، لكن نتوقع مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على كلية الشرطة
وبرامج التدريب فيها. برؤية واضحة وعين ثاقبة دعت القيادة الرشيدة لدولة قطر إلى إنشاء كلية لتكون سوراً للحما وعيناً للوطن بفكر متجدد يلاحق تطورات العصر ويواكب تحديات المستقبل، فكانت كلية الشرطة. حيث تلتقي الكفاءات القطرية بالخبرات لتقدم للوطن أفضل الضباط متسلحين بالعلم والرياضة والتدريبات العسكرية، ويحملون شهادتي بكالوريوس قانون وعلوم شرطية بعد 4 سنوات دراسية من الجهد والعمل والتفاني. كلية الشرطة تعي جيداً الدور المنتظر من خريجيها، فجعلت ممارسة الرياضة لطلابها سلوكاً حياتياً يبدأ معه يومه الدراسي لبناء أجساد قادرة على القيام بواجبها ومهام عملها، فشيدت لهم الملاعب والصالات الرياضية على أعلى مستوى، ووفرت لهم من الإمكانات ما يجعلهم متميزين بمشاركتهم في كافة الألعاب الرياضية والفنون القتالية، فجعلت من التدريب الرياضي عنواناً للتفوق. ميدان العلم بكلية الشرطة لا يقل أهمية عن ميدان الرياضة، فكلاهما من دعائم بناء شخصية الطالب القادر على تجسيد رؤية الوطن والقيام بمهام وظيفته المستقبلية. وهذا ما يحرص عليه النخبة من أساتذة الكلية من الكفاءات الوطنية والعلمية على تلقينه للطلاب ليكونوا على وعي تام بقضايا وطنهم. كما تضم الكلية مسرحاً للجريمة يحتوي على تقنيات متطورة وأساليب جديدة في تدريس المنهج الأكاديمي من خلال محاضرات غير تقليدية تعمل على إطلاق طاقات الطلاب وتميزهم. الانضباط هو أول القيم التي يتعلمها الطالب لحظة التحاقه بكلية الشرطة، وقد عملت الكلية على إكساب طلابها القوة والقدرة على التحمل ليستحقوا أن يكونوا حماة الوطن وقادة المستقبل، مستعينين بأفضل البرامج التدريبية والعسكرية وبإشراف وتنفيذ مدربين وطنيين قطريين، مما جعل للكلية وطلابها الريادة والتميز في هذا المجال منذ إنشائها عام 2013. الدورات التدريبية التخصصية هي ثمرة الجهود التي تبذلها الكلية مع طلابها، وتقيس قدرتهم على القيام بمهامهم الصعبة والارتقاء بمستوى أدائهم البدني والذهني، وتعزز فيما بينهم
التعاون المشترك والعمل ضمن الفريق الواحد في مواجهة المخاطر. وقد تلقى الطلاب أهم الدورات التدريبية التخصصية الحتمية وهي الصاعقة، الغطس، المظليين، ليعلنوا عن استعدادهم وجاهزيتهم للنهوض بأي عمل يخدم الوطن ويحمي أمنه وسلامته. الاجتهاد والتفاني والتضحية بالحياة من أجل حماية الوطن والدفاع عنه هي سمات تعمل الكلية على تعزيزها في شخصية أبنائها ليكونوا رجال وقادة المستقبل الذين يحملون على عاتقهم أمن الوطن وسلامته. فكانوا مثالاً لخيرة أبناء قطر الذين صاروا على العهد وأقسموا بالولاء أن يكونوا سور الحمى وعين الوطن. وجوه قد يراهم البعض غرباء أو تظنهم أشخاصاً عاديين، ولكنهم رجال استعدوا وتأهلوا ليكونوا سور الحمى، فنذروا أنفسهم فداءً لوطنهم. إذا مشاهدينا الكرام، شاهدنا معكم هذا التقرير الذي تكلم عن كلية الشرطة والبرامج التدريبية فيها. ونرجع لضيوفنا الكرام، النقيب جاسم غلام حسن البلوشي، عضو هيئة التدريس والمكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، وأيضا الملازم أول فهد مهنا الصليطي، ضابط التدريب العسكري بكلية الشرطة. مرحبا بكم من جديد. شفنا هذا التقرير يتكلم عن كلية الشرطة وأبرز البرامج التدريبية فيها وأيضا حياة المتدرب فيها. نقيب جاسم، ودي أرجع لكلية الشرطة وتعاونها الأكاديمي مع الكليات الأخرى أو الأكاديميات العسكرية في العالم، وكيف ينعكس هذا التعاون على مرشحي الكلية؟ أخوي عبد الرحمن، شكل ما ذكرت لك في البداية في الاتفاقية اللي وقعوها كلية الشرطة للانضمام لأكاديميات وكليات الشرطة، طبعا في اتفاقيات أخرى تم التوقيع فيها، أبرزها لي اتفاقية مع جامعة مانشستر متروبوليتون في بريطانيا، يتم ابتعاث الطلبة فيها في بعد السنة الأولى طبعا في الصيف، ويكون فيها دراسة باللغة الإنجليزية لصقل المهارات اللغة الإنجليزية. طبعا الدراسة تكون مدتها 16 أسبوع، يتم ابتعاثهم تحت إشراف إدارة التدريب. نعم، أنا اسمح لي أقطعك نقيب جاسم، لكن أتوجه معكم مشاهدينا الكرام مباشرة لمتابعة وقاع حفل تخرج الجفعة الثانية من كلية الشرطة تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
إذن مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد بعد أن شاهدنا معكم دخول طابور. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وبانتظار راعي الحفل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الثانية لطلاب كلية الشرطة. نرجع لضيوفي من جديد. أنا ودي أرجع بملازم أول فهد مهنا صريطي. ملازم أول فهد، لو نتكلم على العرض اللي قبل قليل وهو دخول العلم، أعطنا تفاصيل عن هذا الموضوع. عندنا الله يسامحنا فقرة ما قبل وصول سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو الأمير، هي فقرة دخول العلم، يكون فيها الاستعداد والنشيد الوطني وأداء تحية للعلم. هي أداء، هو أداء إجباري تحية للعلم، وبعدها يتم الاستراحة لحد انتظار وصول سيد سمو حضرة سمو الأمير بلاد المفدى. نعم. نقيب جاسم، كنا نتكلم عن تعاونكم مع الأكاديميات العسكرية. نعم. في العالم، وبالتحديد في جامعة مانشستر متروبوليتون. لماذا تم اختيار هذه الأكاديمية بالذات؟ طبعا الاختيار صب عليها لعراقة هذه الجامعة، وطبعا يتم إفادة الطلبة فيها لمدة 16 أسبوع بإشراف أخواننا في التدريب العسكري. مدة الدراسة فيها 150 ساعة تقريبا، هذه في السنة الأولى طبعا. فما في الصيف الثاني يكون توزيع الطلبة إلى بعض الإدارات الأمنية لاكتساب الخبرات، ويكون هناك تدريب عملي فعلي لما أخذوه في من ناحية الأكاديمية. نعم. وبعدها ينتقلون في الصف الثالث إلى الغطس والمظلي، وثم الصاعقة، فممكن يفيدنا فيها أخونا فهد المهندس. أنا راح أرجع إن شاء الله لهذه الدورات اللي هي دورة الصاعقة والمظلي. صحيح. والغطس، لكن ما هي أبرز المواد اللي تقدمها هذه الجامعة؟ يعني شو الشيء المميز في هذه الجامعة اللي عشان على أساس يتم إرسال هؤلاء الطلاب إلى هناك؟ مثل ما ذكرت يعني هناك 150 ساعة يجب اكتسابها هناك. نعم. هناك طبعا اللغة، شكل أي واحد يروح مثلا مانشستر أو بريطانيا يتعلم اللغة، فيها مهارات الكتابة، مهارات الاستماع، القراءة، طبعا فيها أيضا البرزنتيشن، ممكن على أساس يعني يكسر حاجز الرهبة عند الطالب. طبعا الجامعة هذه تم التعاون معها بعد دراسة طبعا، وتعتبر من الجامعات يعني المتميزة في بريطانيا. وأيضا الدراسة فيها ليس يعني مو بكل شيء دراسة، يكون فيها أيضا تدريبات مثلا رياضية لي يتم المرشح محافظ على مستواه اللياقي. نعم. أرجع للملازم أول فهد الصليطي. ملازم أول فهد، يعني ما أبرز الدورات اللي يتم إدخالها ضمن هذه الأربع سنوات؟ هناك دورات إلزامية يتم تحصيلها من قبل، يتم طبعا أخذها من قبل المتدرب أو المرشح ضابط، وهي دورة الغطس والصاعقة والمظلي. كلمنا عن هذه الدورات. احنا نفس ما قلنا كل صيف عندنا برنامج للمرشحين، ففي الصيف الاول نفس ما ذكرنا يلتحقون بمانشستر لاكتساب اللغه الانجليزيه، وبعدها في السنه الثانيه احنا عندنا الادارات الامنيه مثل المرور والادارات الجنائيه يكتسبون فيها خبره العمل الميداني اكثر عشان اللي بيمارسونه في المستقبل ان شاء الله. وعندنا في السنه الثالثه اللي هي دوره الغطس والمظلي اللي هم يكونون كانها دوره واحده مشتركه بالتعاون مع الأمن الداخلي، قوات الأمن الداخلي الأخوية، ومعنا القوات الجوية الأميرية أيضا اللي تفيدنا في المظلي. فهذه دورات يكتسبها المرشح لأن تفيده في أقدميته، تفيد في أمور ممكن يحتاجها في المستقبل. وفي النهاية عندنا في السنة الأخيرة هي دورة الصاعقة اللي يتعلم فيها الاعتماد على النفس، الثقة، الصبر، قوة تحمل أيضا، وهذه كلها ترتكز على نفس ما ذكرنا في البداية اللي هي اللياقة البدنية. صحيح. اللي راح يكتسبها في المدة 4 سنين. نعم. وكم المدة دائما تكون هذه الدورات؟ يعني هل هي مثلا مدة طويلة ولا مدة قصيرة دائما؟ عندنا في دورة القطس هي 4 أسابيع كل مجموعة، ودورة المظلي نفس الشيء 4 أسابيع لأنها هي تعتمد على الأحوال الجوية أيضا. وعندنا في دورة الصاعقة لا هي 9 أسابيع، عندنا دورة الصاعقة تعتمد على 9 أسابيع، 6 أسابيع تكون عندنا في الكلية،
وثلاث اسابيع تكون في زكريت، منطقه زكريت. نعم فهد، بما ان يعني الان ان شاء الله دقائق او لحظات بانتظار راعي الحفل سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، ما ابرز ملامح الحفل؟ يعني ايش راح يكون؟ يعني احنا الجمهور والناس كلهم منتظرين يعني ابرز ما سيقدمه هؤلاء الخريجين من الدفعه الثانيه من كليه الشرطه. هو صراحة راح يعتمد على حركات تشكيلية استعراضية، ما نبي يعني نسبق الحدث، هي إن شاء الله راح تكون مفاجأة لأن في حركات جديدة ما تحدثنا عنها من قبل يعني، ولا عرضناها حتى في يوم وطني أو درب ساعي أو التخريج اللي فات، شيء جديد. فما نبي ناخذ التعب اللي تعبوه الربع ما تبغى تحرق نحرق قدام المشاهدين، فان شاء الله راح تشوفون العرض وتستمتعون فيه ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم، بس احنا نبغى على الاقل شيء حصري، يعني مثلا شيء معين، تدريب معين، انتم صار لكم فتره طويله يعني تدربون عليه، ممكن نشاهده يعني بعد لحظات ان شاء الله. هي في الله يسلمك عندنا بعض الحركات التشابكيه تكون هي بين المرشحين، في فواصل بسيطه يعني حتى بالنظر تقول ممكن صعبه، لو تشوفها تقول صعبه ومستحيل انه يطبقها، فهي بعض التشكيلات اللي طبقناها بشكل جديد بجهد لجنه الله يعطيهم العافيه. الله يعطيهم العافيه، منتظر ان شاء الله هذا التخريج المميز. ارجع للنقيب جاسم، نقيب جاسم يعني لو نتكلم عن تعزيز المناهج، هل هناك اي مناهج تقدمها الكليه فضلا عن سبل التاهيل والتدريب؟ مره ثانيه لو نتكلم عن المناهج يعني تم تطويرها من قبلكم. صحيح في تطوير للمناهج شكل ما ذكرنا، اللي هو اذا التوازن بين الناحيه الاكاديميه والشرطيه او التدريبيه نقدر نقول فيها صعوبه في كليه الشرطه، ولكن لله الحمد شكل ما ذكرت ان كليه الشرطه قدرت ان تحقق هذا التوازن بجهود يعني المجلس الاعلى كلية الشرطة والمدير العام، وأيضا بجهود إخواننا في إدارة التدريب وعمادة الشؤون الأكاديمية. طبعا هذا الجهود هي اللي أدت إلى تلاشي هذه الموازنة الصعبة ولله الحمد. هل في توجهات إن شاء الله لتعزيز هذه المناهج تطويرها؟ طبعا أنتم كهيئة تدريس دائما ما تقدمون أكيد ملاحظات للمجلس الأعلى لكلية الشرطة، مثلا من ناحية تطوير هذه المناهج أو ممكن حتى تنقيحها وتوصيلها بشكل سلس إلى الطلبة. نعم هناك مقررات حديثة أو طرق وأساليب حديثة تم استحداثها عندنا في كلية الشرطة، وهذا ما يميزنا ولله الحمد. منها مقرر مناظرات بالتعاون مع مركز مناظرات قطر اللي هو عضو في مؤسسة قطر، وأيضا هناك مقرر اللي هو العيادة القانونية أيضا موجودة، أيضا هذا المقرر موجود في جامعة قطر، وأيضا هناك مقرر المحاكاة السورية. طبعا هذه المقررات هي من المقررات اللي الحين تعتمدها حتى الجامعات والأكاديميات الخارجية ولله الحمد، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني إيش معنى هذه التخصصات او التطوير او المناهج اللي سيتم ادخالها مناظرات قطر والعياده القانونيه؟ مناظرات قطر طبعا هي اسلوب حديث يعني يعلم الطالب كيفيه بناء الحجج وكيفيه التفكير الناقد وكيفيه تفنيد هذه الاشياء، طبعا هاي يحتاجها الطالب في حياته العمليه، وهي مهمه جدا وضروريه للحياه العصريه. اما بخصوص المحاكاه السوريه، طبعا المحاكاة السورية هي اسلوب حديث في يتم فيها تعليم الطالب، يعني نجيب له بعض الوقائع الفعلية اللي انتهت مثلا في المحاكم ويتم تدريب عليه من جمع الاستدلالات الى وصول القضية الى المحاكم، فيتدرب عليها الطالب عمليا، وهي المحاكاة السورية موجودة في اغلب الجامعات يعني الكبيرة شكل ما نقول عنها. جميل جدا، ونذهب الان مباشرة مشاهدينا الكرام الى وقائع حفل تخريج الدفعة الثانية من كلية الشرطة تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.
مفدى سلام خذ. التفتيش والتخريج سيدي، أمرك سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي الحفل، السادة أصحاب المعالي والسعادة، الشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم في كلية الشرطة إذ نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بعد 4 أعوام كاملة قضوها بكل صبر وجهد وجلد ليتخرجوا رجالاً يحافظون على أمن البلد. وخير ما نستهل به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا مرشح ضابط عبد العزيز يوسف العمادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. وبعد ذكر الله جل في علاه، أما الآن فمع كلمة مدير عام كلية الشرطة العميد الدكتور محمد عبد الله المحنى المري. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي راعي الحفل، يشرفني بكل معاني الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقام سموكم الكريم في رحاب كلية الشرطة في هذا اليوم المبارك الذي يواكب تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين ممن اجتازوا متطلبات الدراسة بنجاح لنيل درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، وعددهم 110 خريجاً، منهم 89 قطرياً من وزارة الداخلية وعدد من الجهات العسكرية بالدولة، و21 من الدول العربية الشقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية. وها هي كلية الشرطة ترتدي أبهى وأزى حللها، وهي تخرج كوكبة جديدة من أبنائها قادة المستقبل، رجال تسلحوا بالعلم والمهارات ليلتحقوا بزملائهم الذين تخرجوا من هذا الصرح الأمني في العام الماضي. الحضور الكريم، لقد قدمت الكلية لخريجيها العلوم والمعارف في المجالات القانونية والشرطية فضلاً عن اجتيازهم دورات تدريبية متقدمة، مما يجعلنا نعقد عليهم آمالاً كبيرة في تعزيز قدرات وزارة الداخلية واستكمال مسيرة العطاء
لنؤكد على أننا على الدرب ماضون نحو تحقيق رسالتنا السامية التي تستهدف تعزيز مقومات الأمن وترسيخ معالم الاستقرار في ربوع البلاد. الحفل الكريم، إن نعمة الأمن والأمان الذي يتمتع به وطننا القالي ما هي إلا ثمار رؤية قيادة حكيمة، والتي وضعت نصب عينيها كرامة الإنسان وسعادته وأمنه على رأس أولوياتها وأهدافها، مستشهداً بمقولة السيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد بن فضة حفظ الله ورعاه: الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن وأعظم استثماراته، فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر. ونحن نسعى لتأكيد هذا المعنى من خلال تحقيق الجودة في التعليم والتدريب بتخريج ضابط شرطة عصري على درجة عالية من الكفاءة والمهنية. الحضور الكريم، في هذا اليوم المشهود أتوجه لأبناء الخريجين قادة المستقبل والتهنئة لهم ولأسرهم، فهنيئاً لهم هذا الإنجاز، وأقول لهم: سوف تزيدكم الحياة العملية خبرة ميدانية والتحديات الأمنية في تطور مستمر، وهذا يفرض عليكم مضاعفة الجهود وتطوير الأداء الأمني حتى تتمكنوا من مواجهتها. كما قالها يوماً سيدي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائد نهضتنا الأول: أوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة، أوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقه مهما تبدلت الأيام والأحوال، فسيروا في طريق الحق وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلوم وقضاء حاجة الناس وتطبيق القانون. الحفل الكريم، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة والحرس الأميري وقوة الأخوية وكافة منتسبي كلية الشرطة على دعمهم المستمر، متطلعاً لمزيد من الجهد والعطاء. سيدي راعي الحفل، أكرر الترحيب بكم حفظكم الله ورعاكم، وأشكر لسموكم رعايتكم الكريمة ودعمكم المتواصل لنا، سائلين الله تعالى أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ مراسم طابور العرض. كلية استعد، كلية كتف ازرع، كلية الشرطة وتداشر، We'll be right back.
أقوال المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه، صبرنا لها ما زعزع الدهر عزمنا، ونلنا بها العليا على كل طايل، يا ما حمينا كل من هو لجابنا، إذا صكته جيلانها والجدايل، ها هم حماة الدار يسيرون أمامكم بكل روح وطنية وإصرار وجدية، يسابقون الزمن لخدمة الدين والوطن، أمامكم نخبة من رجال الأمن حملوا الأمانة بالسواعد، منطلقين لمستقبل واعد، يفتدون الوطن بالأرواح والأبدان، جاهزين لكل معترك وميدان، رجالا يحافظون على الحقوق والحريات في دولة القانون، دولتنا قطر، بنيناهم عقولاً وأجساماً وأفكار بكل قوة وتحمل وإصرار، واليوم هم على أمننا عيون ساهرة، اليوم حانت مرحلة الصدق والعمل، ضباطاً يحافظون على الأرواح والأعراض والأموال، فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى، هدفهم أن تبقى قطر آمنة، نبراسهم قطر المستقرة الشامخة، لسان حالهم ستبقى بلدنا بإذن الله في أمن وأمان، آمنين مطمئنين مواطنين ومقيمين، لا تنحني هاماتنا في هذه الأرض إلا لربنا ساجدين، وتبقى بلدنا قطر رمزا للسلم والسلام. رجالاً حملنا السلاح والقلم، وبأرواحنا نفتدي الوطن والعلم، ونقسم أن تبقى بلدنا قطر كعبة للمظلوم. نتيجة التدريب المتقن ونتيجة العمل الجاد، التشكيل الصامت لطابور العرض، نستأذنكم حفلنا الكريم بمشاهدة الشاشات.
للوطن كل اعتزاز ووفاء، وللقيادة كل عرفان وانتماء. شكل أبناؤنا الطلبة بأجسادهم وبنادقهم كلمات تعبر عن هذا الولاء. قطر عزنا، تميم رمزنا. سيدي راعي الحفل بالتفضل بتكريم المتفوقين. الأول في المجموع العام، والأول في التدريب العسكري، والأول في الرماية، والحاصل على سيف الشرف،
مرشح ضابط إبراهيم حميدي المقارح المري وزارة الداخلية. الثاني في المجموع العام والأول في الدراسة الأكاديمية مرشح ضابط صباح لحدان صباح الكبيسي وزارة الداخلية. الثالث في المجموع العام والأول في السلوك والمواظبة مرشح ضابط راشد سعد الفيحي الكبيسي القوات المسلحة. الأول في الكفاءة القيادية مرشح ضابط فهد محمد آل غراب المري وزارة الداخلية. الأول على الطلبة المبتعثين من الدول الشقيقة مرشح ضابط أحمد فايز سالم الحجاحجة دولة فلسطين. الأول في اللياقة البدنية مرشح ضابط عبد الرحمن مبارك يعقوب العلي وزارة الداخلية. قائد طابور العرض مرشح ضابط يوسف محمد يوسف الجفيري وزارة الداخلية. قائد مقتدى سر
إن التميز والنجاح يأتي بعد الجهد والكفاح، ويستحق من تميز أن يكرم. تسليم العلم. حرس العلم معتدى سر. تنتقل الراية مرفوعة من جيل إلى جيل، تسليم علم الكلية من دفعة الخريجين الثانية إلى الدفعة الثالثة. أسلمك هذا العلم، ويجب عليكم المحافظة عليه خفاغاً عالي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على هذا العلم، أن أحافظ على هذا العلم خفاقاً عالياً، خفاقاً عالياً، تحت شعار، تحت شعار الله، الله، الوطن، الوطن، الأمين، الأمين. أما الآن يتفضل المقدم الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس في الكلية، لقراءة أمر التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. عملاً بنص المادة العاشرة من قانون الخدمة العسكرية، وبعد العرض على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافق سموه على ما يلي: أولاً، يعين مرشحو الضباط خريجو الدفعة الثانية من كلية الشرطة المذكورون في الكشف المعتمد ألف برتبة ملازم اعتباراً من 16 من ديسمبر لعام 2019 وبأقدمية سنة. ثانياً، يعين مرشحو الضباط خريجو الدفعة الثانية من كلية الشرطة المذكورون في الكشف المعتمد باء برتبة ملازم اعتباراً من 16 من ديسمبر لعام 2019 وبأقدمية 6 أشهر. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتقدم قائد طابور العرض للاستئذان من سموكم الكريم بانصراف طابور الخريجين. استأذنك بانصراف الخريجين سيدي، أمرك سيدي. حرصاً على المشاركة المجتمعية، تواصل كلية الشرطة تنفيذ البرنامج الخاص بطلبة المدارس ضباط الغد. We sacrifice our souls for the sake of Qatar. وطن بشباب يا وطن وتمنى In between your Qatar, see the Qatar Arabic Europe. Willkommen in Qatar 2022. Con l'anima serviamo il nostro paese Qatar. Nos vemos en Qatar 2022.
ضباط الغد على تمارين ميدانية ورياضية ومحاضرات تربوية، والذي استهدف إلى الآن 5000 طالب، أهلناهم على الاعتماد على النفس والقيم النبيلة والأخلاق الحميدة واحترام القانون، فهم الأمل القادم ومستقبل هذا الوطن، وتشكل هذه الكوكبة من أبنائنا نتيجة هذا العمل.
تتشرف كلية الشرطة بتقديم هدية تذكارية لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى راعي الحفل. حي ذا العنب زعيم مات كوده بو حمد شيخ المعالي والسيادة. حي ذا العنب زعيم مات كوده بو حمد شيخ المعالي والسيادة. الهدية هي عبارة عن صورة لسموكم الكريم تعود لعام 1999 في حفل التخرج من دورة مدربين الصاعقة والمظليين والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. أما الآن فإلى المرحلة المفصلية من حياة الخريجين المستقبلية، يتقدم ضباط الدفعة الثانية للمنصة لأداء القسم. وعهد سيبقى بقاء الزمن. نظامه جائر وأمن ودين وعلم حسن.
سلام لمن يبتغي سلمنا سيوف حداد إذا نمتحن حفظ الله لنا قطر أميراً وحكومةً وشعباً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام في جو حماسي مفعماً بالوطنية والولاء
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، والبالغ عددهم 110 خريجين من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وذلك بمقر الكلية في منطقة السلية. وقد كرم سمو الأمير المفدى أوائل الطلبة الخريجين. نعود مشاهدينا الكرام إلى ضيوفنا الكرام، النقيب جاسم غلام حسن البلوشي العضو هيئة التدريس المكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، وأيضا الملازم أول فهد مهنا صليطي ضابط التدريب العسكري بكلية الشرطة. مرحبا بكم من جديد مشاهدنا هذا الحفل. يعني في ختام هذا اللقاء، في هذا اللقاء كلمة بحق الخريجين الآن أصبحوا ضباط وفي مناصبهم إن شاء الله القادمة. أبدأ معك بالنقيب جاسم. أول شيء الحمد لله رب العالمين على هذا العرض المتميز. في البداية أهني قطر أميرها وشعبها على هذا العرض المتميز، وما نقول لهم خريجي الدفعة الثانية ونقول ضباط الدفعة الثانية صراحة. ونشكر جميع اللجان اللي شاركت في إخراج هذا الحفل المتميز من كلية الشرطة، سواء اللجان الداخلية أو اللجان الخارجية من وزارة الداخلية. وطبعا هذه تعتبر لحظة فارقة في حياة الضابط خريج الدفعة ضباط الدفعة الثانية، لأن وضع للنجمة وأداء القسم أمام سمو الأمير يعني هذا يعطي الانتماء والولاء للضابط. ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله، ونلقاكم في مناسبات أخرى بإذن الله إن شاء الله. كلمة أخيرة للملازم أول فهد السليطي. بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى لهم الصراحة التوفيق ومبارك لهم تخريجهم اليوم. هم أصبحوا زملاء الآن، زملاءنا مو بمرشحين الحين، هم زملاء، ونتمنى لهم التوفيق ونقول لهم هذه بداية مرحلة جديدة في العمل الشرطي وفي خدمة البلاد، وإن شاء الله نشوفهم فعلا مناصب إن شاء الله. إن شاء الله الله يعطيكم العافية، بيض الله وجهكم على تواجدكم معنا. كل الشكر للنقيب جاسم غلام حسن بلوشي عضو هيئة التدريس والمكلف بمهام رئيس قسم شؤون الطلبة بكلية الشرطة، وأيضا الشكر موصول للملازم أول فهد مهنا صليطي ضابط التدريب العسكري بكلية الشرطة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية الخاصة لليوم. باسمي وباسم قناة الريان الفضائية نهنئ ضباط الدفعة الثانية من طلاب كلية الشرطة، وموعدنا مع تغطيات قادمة. حفل تخريج الدفعة السابعة بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية يوم الأربعاء المقبل 29 من يناير الجاري، وحفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة بكلية أحمد بن محمد العسكرية يوم الخميس 30 من يناير. كونوا في موعد وفي أمان الله.